نظرا لما يشكله التعليم من أهمية في بناء الدولة والأجيال، لا زالت الجهود تتضافر إلى تطوير المؤسسات التعليمية، حيث عقد بقاعة الاجتماعات بكلية الآداب والعلوم بجامعة توكرا اجتماعا موسعا تم فيه طرح أهم الإشكاليات والمعوقات التي تواجهها كلية الآداب والعلوم بجامعة توكرا، وأهم المواضيع والمشاكل التي تخص أعضاء هيئة التدريس ومرتبات المتعاونين والموظفين وكيفية إيجاد آلية عمل صحيحة لتذليلها حسب الإمكانيات المتاحة. اجتمعنا منذ الصباح مع السيد عميد الكلية والسادة رؤساء الأقسام للتباحث والتشاور معهم في العديد من المشاكل الخاصة بالمتعاونين وسير العملية التعليمية، وبإذن الله تعالى توصلنا للعديد من الحلول لهذه المشاكل التي ستحل في القريب العاجل بإذن الله، وعلى رأسها مشكلة المتعاونين وعدم سداد المستحقات المالية الخاصة بهم منذ فترة. كما تم الاتفاق على إيجاد حل لإشكالية نقص أعضاء هيئة التدريس، وكذلك النظر في كل ما يتعلق بتجهيز وتفعيل المعامل العلمية بأقسام الحاسوب والكيمياء والآثار واللغة الإنجليزية. تم الاتفاق على تذليل كافة العقبات التي تواجه الكلية، خاصة فيما يتعلق في نقص أعضاء هيئة التدريس، أيضا فيما يتعلق بالمعامل العلمية، معمل الحاسوب، معمل قسم الكيمياء، معمل قسم النبات، معمل قسم علم الحيوان، معمل قسم اللغة الإنجليزية، معمل قسم الآثار، في محاولة من الجامعة لإعادة تطوير وتأهيل الكلية لكي ترتقي إلى مصاف الكليات المناظرة الأخرى لها في جامعة بنغازي. الاجتماع كان بحضور رئيس جامعة بنغازي وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام للسعي وراء الرقي بالكلية من أجل توفير الجو الملائم للطلبة للدراسة لتتناسب مع المقاييس العلمية والدولية للمؤسسات العلمية. لقناة ليبيا الحدث، أحمد العقيلي.